الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، مرحبا بكم أبنائي، مرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. واليوم بإذن الله عز وجل في مقرر التلاوة بارك الله فيكم، نستأنف ما بدأناه في الدروس السابقة عندما تدارسنا سويا سورة الأحزاب. واليوم كما ترون أمامكم في الشاشة سوف نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى من الآية 44 إلى الآية 50 بحول الله سبحانه وتعالى. كما ترون أبنائي وبناتي، في البداية دائما ما نتوقف عند أهداف تعلم القرآن الكريم. فمن أهداف تعلم القرآن الكريم، وهذا أعظم هدف، الإخلاص لله تعالى وابتغاء الأجر من الله. نعم، وكذلك أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. واليوم بإذن الله عز وجل في هذا المقطع بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتعلم أن نقرأ هذا المقطع بإذن الله عز وجل قراءة صحيحة بحول الله سبحانه وتعالى بدون أخطاء. كذلك أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب. نعم، فالقرآن اشتمل على أحكام وآداب، والواجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأحكام وهذه الآداب. طيب، فيما يتعلق بآداب تلاوة القرآن الكريم، من يذكرنا بها؟ جميل، قلنا دائما وأبدا الاستعاذة والبسملة عند التلاوة، وأيضا الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة. وأيضا من يذكرنا ببعض الآداب؟ ممتاز، قراءة القرآن من المصحف. لماذا؟ ما السبب؟ أحسنتم، قلنا حتى لا نتشتت، حتى لا نتشتت. وأيضا تحسين الصوت عند التلاوة، نحسن أصواتنا، نقرأ القرآن بصوت جميل قدر الإمكان. إذن أبنائي، هذه هي الآداب، ومنها ننطلق مستعينين بالله عز وجل لنستمع سويا لقراءة طيبة لمقطعنا لهذا اليوم. ولكن قبل أن نبدأ، هل تهيأتم؟ توضأتم؟ جيد، حضرتم المصاحف على درسنا لهذا اليوم وآيات هذا اليوم؟ ممتاز، بارك الله فيكم ووفقكم الله. دعونا إذن نستمع ثم نعود مرة أخرى بإذن الله عز وجل، نستمع سويا لهذه التلاوة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما
ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. إذن أبنائي بارك الله فيكم، استمعنا سويا لهذه التلاوة لمقطعنا لهذا اليوم، وسوف نكرر ونعيد الاستماع، وأرجو منكم كما اعتدنا منكم دائما التركيز ثم التركيز ثم التركيز. نستمع ونتابع. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. إذن أبنائي بارك الله فيكم ونفع الله بكم، استمعنا لهذه التلاوة من جديد، استمعنا منصتين ومتابعين، والآن بإذن الله عز وجل سأقرأ وأنتم تقرؤون من بعدي بحول الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. نستمع من جديد لهذه التلاوة ثم نعود مرة أخرى بإذن الله، ودعونا نضع بعض العلامات والإشارات بارك الله فيكم عند بعض الكلمات التي نريد أن نركز عليها عند الاستماع أبنائي وبناتي. لاحظوا هذه الكلمات وأنا أضع هذه الإشارات، أريد منكم بارك الله فيكم أن تنتبهوا لها جيدا وتقرؤوها أثناء وضعي لهذه الإشارات. جيد، ممتاز. إذن أبنائي وبناتي وضعنا هذه العلامات ونستمع سويا لهذه التلاوة ثم نعود من جديد مرة أخرى. ما يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. إذن أبنائي وبناتي إلى هنا نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم، وأذكركم وأوصيكم بأمرين: الأمر الأول كثرة الاستماع، والثاني القراءة عند شخص متقن حتى يصحح لنا الأخطاء التي من الممكن أن نقع فيها. ألتقيكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.